انا شفت بدات كل شيء والله ما عرفت نقعد معها اول شيء وي هاف تو كومنت الشهاده بدات كل شيء سنبقى معلومات حول لوكيشن اوف ذا كاستمر All products including volumes and special transport modes. Annual demand for each product by customer location. Warehouse costs including labor, inventory, carrying charges and fixed operating costs. Shipment size and frequencies for customer delivery order. Processing cost and customer service requirement and goals and production, production and sourcing cost and capacity. يعني المعلومات اللي نجمعها أولا عن مواقع قيمة الزبائن سواء كان هذا الزبائن بشكل بيعي تجزئة أين يوجد أيضا الوير هاوس للمخازن مراكز التوزيع manufacturing facilities and suppliers بنبحث عن كل معلومات تحدد اين مكانهم حتى ليش؟ لانه معانا بعدين خطه الترانسبورتيشن وكيف بنعمل كونكشن ما بين الوير هاوس واماكن هؤلاء الزبائن اللي بنسميها الترانسبورتيشن بلان ثم all products including volumes هنا عن نفسه معلومات عن يعني معلومات عن المنتج ذاته حجمه شكله كيف يوقع كيف يوضع في مكان اخر ايضا بعد ذلك الطلب السنوي لكل منتج ثم الترانسبورتيشن ريتس هذه مهمه بتاخذها الريتس لان هي تحدد هنا كثير من كوست الشبكه وير هاوس كوست هنا ايضا المخازن وما يطلب بها من كلفه وغيره achievement size and frequencies for customer delivery عملية النقل البحرية والنقل توصيل البحري حجمه تكراره وكيف يصل الى الزبون ثم كيف تتمنى عملية تعبير الطلب والكاستمر سيرفيس ريكويرمنت اند جولز كيف ما هي متطلبات الخدمه الجيده التي نريدها لنصل الى الزبون ثم برودكشن اند سورسينج كوست اند كاباسيتيز وهنا عمليه السورسينج والعمليه الانتاجيه والكميه او القدرات وكذلك التكاليف المرتبطه بها. تعال للزبون داتا ابلكيشن على الكاستمر زون وعندنا البرودكشن جروبس Customer zone aggregates using a grid network or other clustering technique for those in enclosed proximity. هنا طبعا هنا نقسم الزبون على اساس على اساس المناطق كل يوم تختلف عليها مثلا نقسم مثلا بيوريك معك الزيب كود على حسب بعض المناطق هنا نقسمهم زون والزون هي منطقة وهنا لكي نحدد الطلب بشكل تجميعي بشكل كلي نستخدم شبكة نوزعهم على شكل كلوستر الذي هو نسميه كلوستر الذي هو تصنيف تصنيف مثلا كلوستر الذي هو عملية نسميها العقودية العقودية بشكل عناقيد بيقول لك ان ذوز انكلوز بروكسيمتي كلهم الاقرب 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 وبالتالي مثلا اذا شنو نقسم مثلا التعز نقسم المدينه المحافظه ثم نعملها بشكل مستقل اللي هو ايش؟ المديريات ثم العزل وهكذا نعملهم جروب جروب بشكل كلوستر بشكل عقود هنا ريبليس اول كاستمر ويز A single cast cluster by a single customer located at the center of the cluster. 5-digit or 3-digit zip code based clustering. Now we have a product groups.
وي ديستريبيوت باتر. هنا يتكلم عن الموضوع الثاني اللي هو تجميع المنتجات او الجروبنج للمنتجات ذاته، واللي هو العمليه الديستريبيوشن باترون بروديكس باك اب ات ذا سيم سورس اند ديستانس تو ذا سيم كاستمر. يعني بنحدد المنتج الذي هو ينتج بنفس الطلب نفس الطريقه من نفس المصادر ويصل الى نفس المسافه الى مين؟ الى الزبون ذاته. Logistic characteristics like weight and volume. ثم نشوف المعلومات عن حجمه والمواصفات اللوجستية لهذا المنتج. Then product type, product models or style differing only in the type of the bucket. هذه كل المعلومات معي حال المعلومات تاتا لتبدأ بالخطة. طبعا لازم لنعمل نتوركينج لازم نبدأ بعملية جمع المعلومات لاسترجاع المهارات السابقة. فهذه أول المعلومات التي يجبه أن نجمعها. تقول لي أنك مثلا بالبرودكت جروبس الديستريبيوشن لما يقول باتيرز يعني على أساس إما نعمله على أساس البرودكت أو نعمله على أساس التوزيع. اللي هو على أساس النماذج. هنا معك الزبون وهنا معنا المنتج. هنا إما معك ديستريبيوشن فننظر إلى البروجيكت نفسه المنتج الذي هو نفس الاسم نقسمه على أساس من؟ توزيع. على التوزيع هذا قسمنا ما هو؟ قسمنا البرودكت. هنا الصفات اللوجستية أيضا يا إما ناخذها عن طريق هذه أو الثاني أو الثاني لوجستيك. هذه كلها تحت من؟ تحت السيرفيشن تايب. أو هنا معانا البرودكت تايب. هنا بناخذ البرودكت مودلز أور ستايل ديفرنت أونلي إن ذا تايب أوف ذا باكجينج. أيضا نفس الشيء يعتبر أحد التقنية Replacing original data, detailed data with aggregated data. Here we technology exists to solve the logistic network design problem with the original data. Data aggregation is still useful because forecasting demand is significantly more accurate at the aggregated level. يعني عندما نستخدم الابليكيشن استطاعت طبعا تطلع لي مفيده ولكن هي افضل من ان ناخذ طبعا كما قلنا بالسابق الطلبات الفرديه لان تعبر عن اتجاه محدد اتجاه عام للمعلومات وبالتالي تستطيع ان تصل الى معلومات شبه مؤكده لانه من الطلب وغيره يمكن تصل الى 100% يمكن 99 او يقارب المتوقع المتوقع الواقع بمرابعة 90 إلى 95%. Aggregating customers into about 150-200 zones usually results in no more than 1% error in the estimation of the total transportation cost. انظر هنا من بالنسبة لما عمل اجريجيشن لطلب الكاستمر وبدا انه ما بين 150 الى 200 زون اللي هو منطقه حددناها نتجت فقط عندنا تقريبا 1% نسبه الخطا. يعني هذا يعني نجاح كبير انه تحصل انك استطعت تقدر كلفه الناقل وفقط كان عندك الخطا 1%. الان جنرال رولز فور ريجيشن كيف طبيعي جنرال رولز فور ريجيشن. ناو تو ميك ا جود ريجيشن وي هاف تو فلو سام رولز. ذيس رولز اجريجيتد ديماند بوينتس انتو ات ليست 200 زونز. يعني اول حاجه كده انت تقسم مناطق الطلب الى ما يقارب 200 منطقه. طبعا علشان تعرف تعمل اجريجيشن تجمع تلك الطلبات يصير عندك انسيابيه من معلومه انسيابيه واحده وكذلك في مديريه الطلب والمزاج الذي يحمله الكاستمر عن اسعار محليه.
holds for cells where customers are classified into classes according to their surface level or frequency of delivery. هنا معنا نعطي الحالات التي الزبون ممكن نقسمه إلى درجات، وهذه الدرجات أول منامج أي درجات إلى نسبة لمستوى الخدمة أو طريقة أو عدد مرات إيش عدد مرات الاستلام أو عدد مرات تحت الحصول على تلك الصناعة. هنا بنقسمهم القسم بالنسبة للسلع أو بالنسبة للزبائن الذي هم عندناهم تصنيف صنفناهم على أساس درجة على تم تصنيفهم على أساس إنه هذا الزبائن يشتري درجة خدمة محددة يعني أنا مشتري 90% يشتري 100% يشتري أنا كذب عندناهم كحالة في حالهم. والحالة الأخرى الذي إيش الذي قسمناهم هو عندناهم تصنيف على أساس عدد مرات الاستلام من تلك السلع. Make sure each zone has approximately an equal amount of total demand. إذا نحاول طبعا ما نخرج 100% 79 79 إنما نحاول نخليهم متساويين مثلا 80 80 80 79 79 لكن مرات لو فرق واحد 80 مثلا أولك 200 أو 200 أو 199 أو 201 يعني يكون فرق متقارب مثل مثلا الشباتر اللي اكتبهم بكتابة القدوة والبحث ما يجي شابتر ورقتين وشابتر 300 ورقة اللي هو فصل كبير فصل يعني يكونوا ابروكسيمتلي يعني متقاربين كيف نخرج اليوم 100% لكن نحرص على أن يكونوا متشابهين ومتبادلين. Zones may be of different geographic size الحجم المنطقة الجغرافية قد تختلف مثلا مع مديرية قد تكون مثلا طلاب المديرية حسب نوع كامل أحسن مديرية ففي مديرية كبيرة في مديرية أصغر أو المديرية نفسها لو قسمناه على حسب الطلب عشان يكون متساوي فبتكون الحجم منطقة أكبر ومنطقة أصغر. Place aggregated points at the center of the zone. إذا نفعل الاجريجيشن هنقلل العملية التجميعية بالسنتر بمركز الزون بكل مركز كل منطقة و aggregates products into 20 to 50 products groups. وهنا بالنسبة للزون نعمل العملية التجميعية المنتجة ما بين 20 إلى 50 مثلا هذا عمل هنا شوف هذا على زون 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 مثلا شوف هنا المركز عمله عشان يكون هذا انجل في مكان وهذا الاجريجيتد اللي عمله بالزون وهذا نفس الحكايه ترانسبورتيشن ريتس الريتس اللي هي ايش؟ نسبة ومعدل او راشيو معدل هنا نقصده كيف شنفعل ايش هنا؟ شنفعل دي عملية الكوست وكيف نقسم الوحدات الوزنية ومن وإلى وإلى آخر. Transport rates are almost linear with distance but not with the volume. Linear هي طولي أو خطي بالنسبة للريتس هنا بنعمل المعدل أو التقسيم لل النقل وكلفته فغالبا بيكون عند المساحة المسافة من وإلى لكن مش بالقيمة أو الحال. Differences between internal rates and external rates ما بين التقسيم الداخلي والتقسيم الخارجي أو الداخلي والخارجي. Internal transportation rates for commonly oil trucks الآن الذي تكون ممتلكة بسبب ممتلكة للشركة اللي هو oil trucks بالنسبة للحافلات والناقلات التي تمتلكها من الشركة data required لنبقى معينة annual cost per truck
كم تكلف الكلفة السنوية لكل نافلة أو حافلة؟ Annual mileage per track كم المسافة mileage اللي هو من الميل mileage الذي mileage المساحة المساحة الكلية التي يقطعها وهنا نسيش كلفة كل ميل لكل track لكل حافلة Annual amount delivered وكذلك كمية الكمية المسلمة tracks effective capacity وهنا الحمولة المثلى والفعالة بالنسبة لكل track لكل ناقلة هنا calculate cost per mile per SKU خليه stop منه اللي كتبه الأسبوع الأول. stock إيش؟ آخر مرة. stock carrying smooth stock carrying units الذي هي تقدم لكم بها الأسبوع السابق. يعني بنحسب الميل لكل. تكلفة الميل. أيوة لكل وحدة من وحدات عملية الستوك اللي هو المخزون قابل العملية النقل. External transportation rate two modes of transportation track load TL اللي هنا معنا TL اللي كشغلنا عليها آخر محاضرة آخر فرادة قبل المحاضرة وترجع لي نعم نعم نعم